سبحانه الخالق خلق الإنسان وألهمه وأرشده إلى مواهب تفوق توقعاته، فهذه منيرة مصباح التي تنحدر من مدينة تريم بحضرموت، شقت طريقها في مجال الرسم بأنواع مختلفة منذ الطفولة، تحدت إعاقتها بإصرارها وعزيمتها، حيث أنها لا تستطيع تحريك أجزاء كبيرة من جسمها، ويلازمها الكرسي المتحرك أينما حلت وارتحلت. بدأت العمل بمجال الرسم في سن مبكر جدا، وهو سن الطفولة، وبعد ذلك بعد مرور سنين وأعمار التحقت بجمعية الأمل ذوي إعاقة حركية ذهنية. ثاني الدافع الرئيسي هو هم الأهل الأقرب في هذا المجال، هم الذين شجعوني وصوروا من أعمالي، والحمد لله لأني تحدثت هذه الإعاقة ورسمت وطورت من موهبتي، وأصبح الناس كل يعرف أن هذه شريحة من المجتمع، أصل السلطات المحلية بأن يهتموا ويركزوا على هذه الشريحة، وهي شريحة أصحاب الهمم، وأنهم يحتاجون إلى مساهمة ومساعدة وتشجيع وكل الاهتمام بهم. لم تكتفي منيرة بموهبتها في الرسم، بل واصلت دراستها الإعدادي والثانوي في مدرسة خاصة بالمعاقين، وكانت متفوقة في نتائجها العامة، وتواجه صعوبات مختلفة أثناء الرسم، لأنها تجيد الرسم فقط بأصابع رجلها اليسرى. كافحت وقاومت كل العقبات في الحياة، وذلك بتشجيعها من الأهل. منيرة بنت معاقة من أثناء الولادة، وبدأت في دراستها من السنين يمكن السابع سنين، والتحقت بالجمعية حقهم ودرست فصول هذه الابتدائية حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية وكملت دراستها، وبدأت في طفولتها بالرسم هذا، ولقيت تشجيع من والدتها، ونحن برضو شجعناها وبدأت ترسم أطفال كراتين ورسم بحر ورسم، وبدأت يزنسها يعني عندها موهبة في الرسم هذا، وشجعناها والحمد لله توفقت على الإعاقة وعلى أنها ترسم برجلها. جسم طريح الأرض لا يتحرك مجمله لم تنكسر للواقع، بل كان ذلك عامل محفز لها، استخدمت العقل والتفكير السليم رغم شحة الإمكانيات والحالة الإنسانية التي ترافقها، ولكل إنسان طموحات وآمال في الحياة، ومنيرة لديها أماني تأمل أن تحققها، فهي من الفئات الخاصة التي يجب على السلطات المحلية وأهل الخير أن يقوموا بدعمها، فهي مثالا ناجحا رغم التحديات الكبيرة في الحياة.